الله يعطيكم العافية يا شباب الجميع، والله يصبحكم بالخير. طبعا احنا اليوم بدنا ناخذ ليكتشر جديدة، هي ترتيبها الأسبوع التاسع، بجوز هون شوي محطوط ثمانية، اتس نوت بيج ديل. المهم انه احنا في الأسبوع رقم تسعة، وبدنا ناخذ موضوع الارتيكولار سيستم اللي هو الجوينتس، وبدنا نعرج منه نحكي في آخر المحاضرة عن موضوع البونز اوف ذا نيونيتال سكال. هذا موضوع بطبيعة الحال أحد المواضيع اللي داخلة في الميد تيرم، تمام؟ وهذا آخر موضوع هو داخل في الميد تيرم، بجوز من هون جاي الخربطة إنه في طلاب أحكوا أسبوع ثمانية وأسبوع تسعة، بجوز من هون من هاي الأرقام، لأنه هذا هي الأسبوع التاسع بس مكتوب ثمانية. بس هو خلينا نأخذه بالعنوان أكثر، Articular System داخل هو والبونز أوف ذا نيونيتال سكال، هن آخر موضوعين داخلات في الميد تيرم. لما طبعا ميد تيرم اللي لحد الان احنا ما في اي حديث عن موعده، او يعني بننتظر التعليمات. هلا الجوينتس يا شباب، كثير مهم انه احنا نعرف تعريفها ونعرف الكلاسيفيكيشن لها وانواعها وهي الامور. وهي امور تبدو للوهله الاولى صعبه لانه فيها شويه مسميات وكذا، ولكن حقيقه الامر لما نفهمها بنستنتج انها اسهل بكثير حتى من غيرها. أول شيء الجوينتس أو articulation، جاي كلمة articular system من articulation. articulation يعني زي ترابطات، تشابكات كذا، وبالتالي هي union أو unions، junctions، بتقدر تعمل connections between two or more bones. يعني ليس بالضرورة، إحنا دائما الكلاسيكال إن ناخذ الجوينت هو two bones، هو two or more bones or rigid parts of the skeleton. شو هي rigid parts of the skeleton؟ مثل الكارتليج مثلا، احنا اخذناه باشكال مختلفه، وراح ناخذ بعد شويه انه الكارتليج هي بتشكل يعني حدود الجوينت، ولها اهميه كبرى في وجوده. فهذا هو بكل بساطه الجوينت، يعني وين عظمتين او اكثر بلتقين بما يحتويه هذيك المنطقه من كارتليج، من إذا في فلويد، إذا في سبيس، أي شيء، هو هذا هو الجوينت. هلا الجوينت وإن كان كلهن بيعملن كونكشنز وكذا، ولكن هن في لهن أشكال، فورمز مختلفة، فانكشنز مختلفة، وهن عديدات ومتنوعات وكذا. ولكن ممكن إحنا بشكل عام نعمل الجوينت في اللي في الهيومن بودي بشكل عام إلى 3 كلاسز. الثري كلاسز هذول يعني بيعتمدن على اشياء كثيره، ابرزهن انه كيف التو بونز ار كونكتد، ايش التيشوز اللي رابطين هذول التو جوينتس. وطبعا بترتب على الروابط هذول التو جوينتس وكذا، كيف هم مربوطين وكذا، بترتب عليها شكلهم النهائي، وبترتب عليها هل هم موفابل ولا اموفابل، واذا كانوا موفابل قديش درجه والديجري اوف موفمنت. يعني احنا بكينا بالزمانات نقول موفابل اموفابل، لكن حتى الموفابل مش كل جوينت موفابل معناها بيسمح بكل انواع الموفمنت. اذا في انواع معينه من الموفمنت بيسمح فيها جوينت ما بيسمح فيها الجوينت الاخر حسب نوعه. فعندنا في ثلاث انواع بشكل عام من الجوينت حسب مكونات الجوينت الدقيقه. الساينوفيال جوينت، تمام، الفايبرس جوينتس، والكارتيليجينس جوينتس. هذول ثلاث انواع عريضه، طبعا كل نوع منهم له خصوصياته وتفصيلاته اللي بدنا نتناولهم بعد شوي. اول نوع، وهو طبعا اهم نوع واكثر نوع كومون واكثر شيء فريكوينت وكومون، اللي هو الساينوفيال او اللي بسموهن المفاصل الزلاليه، لانه فيهن ماده ساينوفيال فلويد زلاليه وكذا، وهلا راح نفهمها هاي اكثر. هذول هن الموفابل بشكل عام، هذول الجوينتس موفابل. طبعا نوع الموفمنت والديجري لها وكذا بيعتمد على امور كثيره، ولكن هن بشكل عام موفابل، يعني في حاله اسمحن بحركه او حركات معينه. هذول الجوينتس يعني مربوطات في وات وي كول كبسول، او مرات بنسميها جوينت كبسول او ارتكيولار كبسول. هلا الكبسول هذه، لو احنا جينا لهذا الجوينت، هيو هذا الجوينت، وشفنا المكونات الدقيقة والتفاصيل الدقيقة للموضوع، احنا بنلاحظ في عندنا هون كافيتي او سبيس، تمام، جوينت كافيتي. طبعا هاي الجوينت كافيتي نورمالي بتحتوي على ساينوفيال فلويد،
وهذا synovial fluid مهم مهم، مش بس مشان يمنع الفريكشن، مشان يعمل شوك ابسوربانس، ايضا مشان يزود نيوتريانت وتغذيه للتيشوز المجاوري. لانه هون الارتيكولار هذا الكارتليج، هذا هي لاين كارتليج اللي مغطي الارتيكولار سيرفيسز للبون الخارجيه، هذا اتفقنا ما في عليه بيريكوندريوم، اذا هو بياخذ تغذيته من الساينوفيال فلويد الموجود هون. هلا الساينوفيال فلويد هذا اوتوماتيك احنا ما بدنا اياه يطلع لبرا، ممنوع يطلع برا، لازم يظل في سبيس مسكر. هو مسكر بطريقه اسم بممبرين اسمه ساينوفيال ممبرين، هذا اللي ملونينه من هون بالاخضر هذا اسمه ساينوفيال ممبرين، تمام. طبعا الساينوفيال ممبرين زي ما انتم شايفين ما بيكمل على الارتيكولار سيرفيسز هون عندنا، لانه في عندي هون هاي لاين كارتريج، بس هو بسكر الباوندريز اللي عندي هون. هذا الساينوفيال ممبرين يحتوي على السيلز اللي بتفرز الساينوفيال فلويد، اذا هو افرازها مش انه ياتي من البلد او من غيرها، طبعا هو اكيد بشكل غير مباشر هو ياتي من البلد، بس ان هذول السيلز هن اللي بيعملن له برودكشن، فهن هذول السيلز اللي بيعملن له في الساينوفيال ممبرين. هذا الساينوفيال ممبرين ممنوع يكون فيه اي تير او اي ثقب او غيره، لانه اكيد الساينوفيال فلويد راح يخرج للخارج. طبعا برا الساينوفيال ممبرين في عندي لاير اوف فايبرس، اللي الفايبرس لاير، تمام. هاي الفايبرس لاير هاي اللي احنا ملونينها هون باللون على بينكش او على بني او غيره، هاي الفايبرس لاير هي برضو بتحمي الساينوفيال ممبرين من برا، لانه الساينوفيال ممبرين بحد ذاته هو ويك، فما بتحمل ضغط او ما بتحمل تروما او غيره. فهذا الساينوفيال لاير اللي متأسف الفايبرس لاير. هلا الفايبرس لاير مع الساينوفيال ممبرين مع بعضهم هذول اسمهم الجوينت او الارتيكولار كبسول. اذا الارتيكولار كبسول هي مكونه من الفايبرس لاير بالخارج والساينوفيال ممبرين بالداخل. طبعا اوتسايد ذيم في عندي الليجامنتس. الليجامنتس يا شباب اللي هن بالبطن، عظم عظمه بعظمه. هذول الليجامنتس هن يعني ليس جزء من الكبسول، هن برا الكبسول، بالعادي هن برا الكبسول، هن برا الجوينتس، اوتسايد ذا جوينتس، وظيفتين الكونكشن بتوين البونز تو ايتش اذر. هلا في هناك استثناءات، مرات احيانا بيكون الليجامنت موجود جوا الجوينت وجوا الكبسول وجوا كذا، هاي لها استثناءات، وابرز استثناءاتها الني جوينت، بس القاعده العامه انه الليجامنت موجود برا الجوينت، برا سبيس اوف ذا جوينت. ففي نهايه المطاف اذا انا في عندي الجوينت كبسول مكون من اوتر فايبرس لاير lined by a serous synovial membrane spanning and enclosing an articular cavity. تمام. هلا الجوينت كافيتي of a synovial joint like a knee is a potential space that contains a small amount of lubricating fluid اسمه synovial fluid secreted by the synovial membrane. إذن I hope إنه أصبح هذا الشرح كثير كثير مهم. ليش أنا ركزت عليه هذا الشرح؟ لأنه هذا هو تركيب synovial membrane الأساسي، synovial joint الأساسي، بغض النظر عن نوعه وشكله هن إلهن هذا التركيب وهذا الترتيب. تمام. هلا جوا الارتيكولار سيرفيسز في عندنا يعني الارتيكولار كارتليج، هذا عامل لايننج على للبونز. يعني هون هذه اللايننج هي بارتيكولار كارتليج، وتحديدا شو بيكون نوعه؟ هاي لاين كارتليج. اذا هاي نقطه مهمه انه هذا اسمه هاي لاين كارتليج، هذا اسمه هاي لاين كارتليج. اوكي. هلا البيريوستيوم لو نيجي هون على سطح البون، يعني على الارتيكولار سيرفيسز ما في عندنا بيريوستيوم، اتفقنا، في عندي هاي لاين كارتريج. لكن على السطح الخارجي للبون عندي هون في عندي بيريوستيوم. البيريوستيوم
لاحظوا انه الكبسول اخر شيء من خلال الفايبرس لاير بتيجي على البريوستيوم وما بتكمل عليه، خلص it will يعني بلندز، يعني بتذوب فيه، بتمزج معه. بتعرفوا البريوستيوم اللاير الخارجية لإله، اللاير الخارجية هي فايبرس أيضا، فهي تصبح اللاير الخارجية للبريوستيوم. إذا هي لا تكمل على سطح البونز بكل تأكيد، وإنما البريوستيوم هي اللي بتكمل. هلا هون في ملاحظة بسيطة بس مهمة، إنه لاحظ إنه الإيمجز أوف سوتش جوينتس آر يوجوالي إكزاجريت. إكزاجريت يعني مبالغ فيها أو بنضخمها أو كذا. طبعا هذا ليش احنا بنعمل اكزاجريشن للدايمنشنز للابعاد؟ مش هنوضح يعني، هو هون بس قصده انه حقيقه الممبرين مثلا انا في الحقيقه بدي مجهر مشان اشوف الممبرين، ما راح انا اشوفه في العين المجرده، بس احنا ضخمناه مشان احنا نشوف. هلا الساينوفيال جوينت زي ما قلنا ان الموست كومون تايب اوف جوينتس هن بيعملني فري موفمنت بتوين البونز they join، ولهذا السبب هن joints of locomotion. locomotion يعني الحركة والتنقل والكذا. هلا الليمبس سواء الابر او اللور ليمبس تقريبا، تمام تقريبا كل الجوينتس اللي في الابر وفي اللور ليمبس هن synovial مع استثناءات اكيد. ليش هو قال typical او nearly؟ عفوا يعني nearly لانه هلا راح يمر معنا بعض وان كان عدد قليل هن ليس ساينوفيال، بس انه في غالبيتهن هن ساينوفيال الابر واللور ليمبس جوينتس. طبعا احنا متفقين انه الجوينتس هن رينفورسد باي اكسسوري ليجامنتس. الليجامنتس يعني اللي بيساعدن، احنا كنا عنهن اكسسوري لانهن يعني بيساعدن بربط البونز المختلفات في بعضهن البعض، لانه اتفقنا انه الجوينت كبسول بحد ذاتها اتس نوت ذات سترونج انها تربط عظمتين، وبالذات تخيلوا عظمه مثل التيبيا مع الفيمر لا يكفي انه الساينوفيال او الارتيكولار كبسول انها تكون بعمليه الكونكشن. هلا هاي نقطه كثير مهمه يا شباب، بلاش نمر عليها مرور الكرام. هاي النقطة some synovial joints تمام have other distinguishing features زي fibro cartilage. القصد انه احنا قبل شوي قسمنا الجوينتس الى synovial الى fibrous الى cartilaginous. هلا في طلاب بصير في عنده شويه misleading لما احنا بنحكي عن synovial joint وبنفس الوقت احكينا انه على الarticular surfaces they are covered by hyaline cartilage. طب ما هو الكارتليج، هو الكارتليجينوس جوينت هو النوع الثالث، او بعض جوينتس بالذات الني جوينت في عليهم what we call fibro cartilaginous meniscus اللي هي يعني نوع من الرينج او كذا من فايبرو كارتليج. يس ما في عندي مشكله في الموضوع ما دام الجوينت يحتوي على الجوينت كبسول وعلى الجوينت كافيتي وعلى الساينوفيال فلويد، انا بسميه synovial joint. هلا كونه بيحتوي على الارتيكولار سيرفيسز بيحتوي الهايلاين كارتليج، او ممكن بيحتوي على ارتيكولار ديسك او منسكس، وهذول اللي قدام شوي راح نشرح عنهم اكثر شوي شو بنقصد فيهم، الفرق بين ديسك وبين منسكس اللي هي مكونه من فايبر كارتليج، ما في مشكله. القصد لانه ني جوينت عليه ضغط كبير فاحنا بنلجأ انه ندعمه من خلال نوع كارتليج قوي، واقوى نوع في الكارتليج هو الفايبرو كارتليج. اذا هذا لا ينتقص من كونه ساينوفيال جوينت. هلا في عندنا الساينوفيال جوينتس مقسمات بشكل عام ل 6 تايبس، وال 6 تايبس هذول اكيد حسب شكل وحسب مكونات الجوينت والكبسول والكذا، زائد انه حسب التايب اوف موفمنت والديجري اوف موفمنت اللي احنا بنسمع فيها. هلا بجوز تلاقي بعض كتب اخرى بتحكي انواع الجوينتس 7، ما في مشكله في هذا الموضوع، احنا بدنا نعتمد تقسيمه مور اللي هي بتحكي عن 6 انواع مختلفه. هلا كل نوع من انواع الجوينتس هذول اللي بدنا ندرسهم خلينا نفهم شو تعريفه، زائد على الاقل مثال واحد عليك على الاقل.
لأنه إحنا ممكن في الامتحان نسألك عن النوع شو هو تعريفه أو نسألك على مثال عليه. هلا أول نوع البلين جوينتس. بلين جوينتس زي ما إحنا شايفين من شكلهن، أوكي، هن يعني فلات، يعني اوبوز سيرفيسز، السطحين المختلفات للعظمتين اللي بدهن يعملن جوينينج هن بيكونن فلات اور اولموست فلات. يعني هون احنا للتوضيح عاملينهن فلات 100% وكانهن صناعيا، يعني اما فلات او اولموست فلات، ومن هون جاي كلمه بلين. تمام. هلا وهون هذول بسمحن بالحركه باتجاهات مختلفه، بسمحن بالحركه الانزلاقيه، بسمحن بالروتيشن، يعني بسمحن بفري موفمنت، بس برضه مش موفمنت حره بالكامل، يعني تو سام ديجري. لماذا؟ لانه في كونكشنز ايضا بينهن، في ليجامنتس، في كبسول، في امور كثيره يعني بتربطهن في بعضهن البعض. انهن هن بسمحن بموفمنت، موفمنت واسعه ولكنها ايضا سمول موفمنت. تمام. هلا هذول الجوينتس في منهم امثله كثيره وهن بالعادي سمول جوينتس مش كبار. من امثلتهم هذول الاكروميو كلافيكولار جوينت اللي بربط الكلافيكل، تعرفوا الكلافيكل عندي عندنا هون، هاي الكلافيكل بترتبط ايش في منطقه في اسكابيولا اسمها اكروميون. فوين بروسس في السكابيولا في اكروميون. هلا الاكروميون هي الجزء من السكابيولا اللي بترتبط في الكليفيكل، فبالتالي هاي بتكون فلات جوينت، اوكي، وبتسمح بموفمنت باتجاهات مختلفه ولكنها يعني لديجري محدد. هلا الانتر كاربال جوينتس هاي اسمها معها، اذا بتوين الكاربال بونز، بتعرفوا الكاربال بونز الموجودين في الريست، برضو واضح انه معظم الروابط اللي بينهم او الجوينتس اللي بينهم هي بلين جوينتس. هذا النوع من الجوينتس واضح ما في عليه غلبة او صعوبة بتخيله يعني الى حد كبير. فلو احنا اطلعنا هون على الكليفيكل، تمام، هذه الكليفيكل وهي الاكروميون، هاي اللي بنسميها اكروميون. اكروميون هاي جزء من اسكابيولا، فالاكروميون مع الكليفيكل عامله جوينت اسمه بلين جوينت. بالمقابل في عندنا هون الريست واللي هي الكاربال بونز، فالكاربال بونز ايضا بين بعضهم البعض او الانتر كاربال جوينتس هن بيكونن بين بعضهم البعض نوع بلين جوينت. هاي النوع الثاني من الجوينتس اللي هي الهنج جوينتس، يعني الفصلات، زي كيف فصلات الابواب والشبابيك، تمام، الهنج جوينت. لاحظوا هذه الهنج جوينتس هاي، يعني هاي شكلها كيف، تمام، وهذه يعني بتسمح باتجاه حركي واحد فقط في اكسس واحد، بعكس البلين اللي كانت بتسمح في كل الاتجاهات تقريبا وكانت مالتي اكسيال، هذه في يوني اكسيال فقط. هاي زي الباب، يا بفتح يا بسد، زي الالبو جوينت. اشهر امثلتها الالبو جوينت اللي هو بيسمح بفليكشن اكستنشن بس باتجاه واحد، ما بسمح الالبو باني انا احرك مثلا ابدكشن ادكشن عليه. هلا الانترفالنجيال جوينت، لو نطلع اصابعنا برضو بسمحن اصابعنا على الانترفالنجيال بس انه يعمل انفليكشن اكستنشن، ما بتقدر انت تعمل ابدكشن ادكشن على مستوى الانترفالنجيال جوينت. فبالتالي هذول بسمحن اذا باتجاه واحد فقط من الموفمنت، وعاده في الساجيتال بلين، تمام، ولهذا السبب اسمهن يوني اكسيال، وهذول بيشبهن زي ما حكينا الباب او فصلات الباب او الشبابيك، ولهذا السبب سميناهن الاكسيال أو يوني أكسيال عفوا. وهون في عندنا أمثلة يعني على الهنج جوينتس. لاحظوا إني أنا في عندي الهيوميروس، وبطبيعة الحال في عندي هنا الريدياس، وفي عندي الألنا، وبالتالي كيف عاملة الهيوميروس؟
كيف عاملة مع الراديوس والألنا الجوينت هون المكسور. فواضح جدا انه انا بتسمح بيوني اكس يعني موفمنت فقط. هلا هون كثير مهم ان ننتبه لجزئية كثير مهمة، انه هذول الجوينتس ايضا they are supported by ligaments. اوكي، والليجامنتس احنا بنعرف انه يعني بربطوا البون في البون. هلا هون في معلومة مهم ان نوقف عندها شوية صغيرة ما نمر عليها مرور الكرام، انه الجوينت كبسول of these joints is thin and lax anteriorly and posteriorly. مش احنا متفقين انه هو بيتحرك لقدام ولورا anteriorly posteriorly الفليكشن والاكستنشن؟ اذا الجوينت كبسول مشان تسمح بهذا الحركه anteriorly وposteriorly بتكون thin and lax، يعني ما بتكون thick في الانتيريور البوستيريور. هلا بالمقابل البونز هذول are joined strong laterally placed collateral ligaments، يعني معظم الليجامنتس بيكونن موجودات على اللاترال سايدز على اساس طبعا اكيد لاترال مشان انه نبعد برضو عن الانتيريور والبوستيريور اللي هو رينج اوف موفمنت. هاي معلومه يعني بديهيه. هلا الجوينت النوع الثالث من الجوينت اللي هو السدل جوينت، لاحظوا انه هذا بسموه سرج الحصان او الكذا. تماما في عندي تو سيرفيسز كونكيف وكونفكس، كونكيف وكونفكس متعاكسين مع بعض، فهم بيركبوا على بعض بهذه الطريقه بحيث انه بيسمحوا في الابدكشن ادكشن وبيسمحوا بالفليكشن اكستنشن، ولهذا السبب هذا الجوينت سموه باي اكسيال. كيف اللي راكب على سرج الحصان بامكانه يقدم لقدام او يرجع لورا، وبامكانه يميل على الشمال او على اليمين، ولهذا السبب هذا النوع من الجوينت اسمه باي اكسيال. هذا من اشهر امثلته اللي هو الكاربو ميتاكاربال. يعني لاحظوا الميتاكاربال جوينت، الميتاكاربال بونز الموجودين عندي في الهاند، لما يعملوا ارتكيوليشن مع الثمب، اوكي، فهذا اسمه كاربو ميتاكاربال جوينت اوف ذا ثمب تحديدا. هذا مثال على السدل جوينتس. لاحظوا هنا عندنا في الحصان كيف انا بامكان الشخص يتقدم للامام او للخلف، هاي حركه، او يميل شمال او يمين، هاي حركه ثانيه، ولهذا السبب احنا معتبرينه باي اكسيال. بول اند سوكيت، وهذا مالتي اكسيال حقيقه، لانه هذا بول اند سوكيت زي في عندي هيد مدور بيكون بالعاده وموجود جوا سوكيت خاصه فيه، وبالتالي هذا بيسمح الحركه في مالتيبل اكسس، يعني هذا بيسمح بالفليكشن اكستنشن ابدكشن ادكشن، وبيسمح بالروتيشن، وبالتالي بيسمح بالسيركمدكشن. تمام، وهذا امثلته المشهوره اما الهيومرس الهيد للهيومرس مع الكليفيكل، او في مع متاسف مع السكابيولا، او الهيد للفيمر مع الهيبون ايضا. تمام، وبالتالي احنا في عندنا هنا يعني هذا المثال. وطبعا بطبيعه الحال انتم بتذكروا بالهاند او باللور ليم، انا بامكاني اعمل سيركمدكشن، واتفقنا السيركمدكشن هي بتشمل كل انواع الموفمنتس. اذا هون انا في عندي مالتي اكسيال، وبالتالي حركات مختلفه. هلا الكونديلويد جوينتس، الكونديلويد هي حالة يعني معدلة عن البول اند سوكيت، هاي ما بتكونش مالتي اكسيال، بتكون باي اكسيال، يعني بتسمح بالابدكشن ادكشن وبتسمح بالفليكشن اكستنشن، لكنها ما بتسمح بالروتيشن. تمام، هلا هذه الكونديلويد جوينت في إلها شكل بيضاوي أكثر مما إنه دائري،
وموجودة في العظم الثانية بتحتويها، ولكن ليس على شكل سكت، فهي حالة ملطفة من اللهم صل على سيدنا محمد البول اند سوكت. هلا هون لاحظوا انه انا في عندنا الراديو كاربل، يعني كيف الراديوس لما تخلص الراديوس كيف بتربط مع الكاربل بونز بجوينت، تمام؟ هذا بيكون راديو كاربل، راديو كاربل عفوا، راديو كاربل جوينت، هذا اسمه سدل. وايضا الميتاكاربو فالنجال، ميتاكاربل فالنجال جوينت، ايضا هذا نوعه كوندلويد. متاسف شوي صغيره، احنا بنحكي هون عن كوندلويد، تمام؟ فاذا راديو كاربل، في عندي الميتاكاربو فالنجال جوينتس، ايضا هذول عباره عن كوندلويد جوينتس. واخر نوع من الجوينتس اللي هو بنسميه البيفوت او البايفوت جوينتس، اللي هو انه في عظمه من الثنتين بتعمل رينج، طبعا توتال رينج حوالين العظمه الثانيه، يا اما بتعمل الرينج كامله كعظم، يا اما بتعمل الرينج من خلال ليجامنت. وهي احد اشهر امثلتها، اللي هي كيف انه انا في عندي السكند فيرتبرا، في الاكسس لإلها او جزء منها بروح على الفيرست فيرتبرا وبعمل الاكسس هون، فلف عليها بهاي الطريقة، اوكي، من خلال ليجامنت مسكرتها. او في عندي الراديو النر جوينت، بس انو تحديدا الراديو النر البروكسيمال، البروكسيمال راديو النر جوينت، لاحظوا كيف عامل ليجامنت بهاي الطريقة فهو مسكر. هاي طبعا بهاي الحالة بتصير انه تسمح فقط بموفمنت اللي هي روتيشنال موفمنت، وبالتالي هي يوني اكسيال ايضا، لانه يعني فقط ما مسموح تعمل لا ابدكشن ولا ادكشن ولا فليكشن ولا اكستنشن، فقط المسموح فيه انه يعمل هي روتيشنال موفمنت، وغير روتيشنال موفمنت ما في اي حركه تكون مسموحه. احنا بنكون وصلنا لحد اللي هون لعنوان فايبرس جوينتس، بنوقف لحد اللي هون مع اي اسئله عندكم قبل ما احنا نكمل. الله يعطيكم العافية يا شباب، احنا وصلنا لعند عنوان الفايبرس جوينتس. هلا باسمها نوع هذا الجوينتس انه هو على الارتيكولار بونز، هني ار يونايتد ار كونكتد ار جوينت باي فايبرس تيشو. هلا هون تحديدا نو جوينت كافيتي، ما في عندي انا كافيتي، وهذه بطبيعة الحال ال يعني الموفمنت اما بتكون اموفابل اتول اور فيري ليميتد ان موفمنت، يا اما اموفابل اموبايل اتول او في سم ليميتيشن، يعني جريت ليميتيشن اوف موفمنت، تمام؟ وهذول الهن ثلاث انواع، سوتشرز، سندسموزز، و جومفوسز، او اللي بنسميها دينتو الفيولار سندسموزز. هدول مهم ان نفهمهن ونفهم تفصيلاتهم. هلا السوتشرز اللي عندنا بنعرف موجودات في السكال بونز، ان بتوين ذا سكال بونز المختلفات، طبعا شكلهن بيكون ويفي لاين، وفي يعني اوفرلابينج في الكونكشنز والكذا. هذول طبعا اموفابل، وهذول مع الوقت they will fuse، يعني ما راح تظلين fibrous، راحت يصيرن fused، بمعنى يصيرن بني تشو بالكامل. بهاي الحالة بنسميهن synostiosis. synostiosis يعني لأن من هون يصير عندنا with aging وكذا بصيرن ما بضل fibrous وبصيرن bones بالكامل، وبطبيعة الحال هذول normally they are immovable. هلأ السندسموسيز، في عندنا sheet of fibrous tissue على شكل ligament، على شكل fibrous membrane كذا، زي اللي بربطه الradius والألنا.
بس الراديوس والألنا كيف إنه بتم ربطهم مع بعضهم البعض، أوكي، على الديستال بارتس. بكل تأكيد هذا بيسمح ب some movement، يعني partial movement و very limited movement، تمام، in relation to each other. وآخر نوع اللي بنسميه gomphosis، أو هو نوع من أنواع السندسموسيس. هذا الجومفوسيس هذا تحديدا لما نيجي للتيث، التيث له كراون اللي احنا بنشوفه، تمام، له روت. طبعا هون في عندي الجم، وهون في عندي البون اللي هو بيكون شكله الفيولار بون لانه زي عامل الفيولاي. هلا هون في ليجامنت، تمام، وهذا اللي بنسميه جومفوتيك جوينت. هذا يعني الجوينت بتوين البون او الروت اوف ذا الروت اوف ذا تيث مع الالفيولار بون من خلال جوينت اسمه بيريودنتال ليجامنت، تمام. طبعا هذا مش لازم يسمح بموفمنت ما دامت الامور طبيعيه. لما يصير في اي انفلاميشن او قطع او غيره، او وقتها بتتم عمليه الموفمنت، وهذا وضع مش صحي. بنفس الوقت هذا النوع من الليجامنت ما بيصير له سينوستيوسيس، يعني ما بيصير له تعظم، لانه ان يتعظم وقتها بصير من المستحيل كالعسم الا اذا بدنا نكسر البون، فهذا ما بصير فيه له عمليه تعظم. اذا الموبيليتي اوف ذيس جوينت indicates a pathology. اوكي، في التيشوز اللي سبورتنج البونز. هلا في هون ملاحظه انه في عندنا مايكروسكوبيك موفمنتس، اوكي، مايكروسكوبيك موفمنتس اللي هي يعني احنا ما بنشوفها بالعين المدرجه المجرد انتسب، ولكن هذه الموفمنت هي حقيقه بتعطينا سنس اوف بروبريو سيبشن، واحنا نمضغ، واحنا يعني وايل وي ار بايتنج كلينشنج our teeth، ولما في بارتيكلز معينة تعلق between our teeth وكذا، احنا بنحس في هذه الأشياء بدليل انه في some microscopic movement. بس macroscopic movement مرئية مش موجودة إلا في حالة الباثولوجي. وآخر نوع من الجوينتس اللي هو الكارتيليجينوس جوينتس. الكارتيليجينوس جوينتس هني جوينتس مربوطات بكارتليج، الكارتليج اما هيالاين كارتليج او فايبرو كارتليج. وانس اجين شباب، ما بنخربط بين هذول وبين الساينوفيال جوينتس، لانه بجوز في واحد يحكي بعد شوي يقول ما هن الساينوفيال جوينتس نفسهن زي لما درسنا الني، قلنا انه الني في هيالاين كارتليج بتغطي الارتكيولار سيرفيس، صحيح، بس تنساش في ساينوفيال يعني كافيتي، يعني هناك بس عملين لايننج، بس مش هن اللي شكلن الجوينت. هون انا بحكي انه الكارتليج هو اللي عمل الجوينت، هو اللي ربط العظمتين في بعضهن البعض. فهذول في الهن نوعين، نوع اسمه برايمري كارتليجينوس جوينتس اللي بنسميها سينكوندروسيس. هذه برايمري سينكوندروسيس اللي هن العظمتين المربوطات بهاي لاين كارتليج، واللي تسمح بحركة معينة بسيطة خلال الحياة، خلال المراحل الأولى من الحياة، ولكن later on ببطل في أي حركة وأي يعني movement. من أشهر أمثلتهم هذول الإبيفيزز، أو اللي هي الإبيفيزيا البليت إذا ذاكرين. هذا لاحظوا إنه في عندي ذاكرين البرايمري اوسيفيكيشن سنتر والسيكندري اوسيفيكيشن سنتر، هذول بون في بينهن اللي بيوصلهن اللي هو الابيفيزيال بليت، اللي هو ليتر اون راح بكل تاكيد ينتهي ويصبح بون. هلا البون، مثال ثاني على هذول النوع من البون، من عفوا من الكارتليجينوس جوينتس البرايمري، اللي هو الفيرست ريب، كيف مربوط في المانيوبريوم، مربوط برضه بهايلاين كارتليج تماما ومسكر الفراغ بشكل نهائي.
هلا السكندري كارتيلاجينس جوينتس اللي هن بسميهن سيمفيسز، وهون في شوية وجود خطأ إملائي أو كذا لازم يكون هيك سيمفيسز. فالسيمفيسز هذول سترونج جوينتس، في عندنا فايبرو كارتليج، يعني مكونات مش من هاي لاين كارتليج، من فايبرو كارتليج، وهذول موجودات at the midline أو at the center of the body أو axis of the body. فلاحظوا between the pubic bones، هذا بنسميه symphysis pubis، between the vertebra الديسكس بنسميهن intervertebral disc، هذا الديسك اللي مشكل دائرة كاملة اسمه ديسك. أوكي، مثلا لو رجعنا هون عندنا على استيرنام قبل شوية، أجزاء استيرنام المختلفة، المانيوبريام مع البادي، البادي مع الزيفويد بروسيس، يعني أي شيء سنترال، يعني هم مسميه مانيوبريو استيرنال أو استيرنو مانيوبريال جانكشن اللي بين البادي والزيفويد، أي شيء سنترال في البادي غالبا بيكون من نوع الفايبروكارتيليج او اللي هو بنسميه السيمفيسز او السكندري كارتيليجينوس جوينتس. بنكون وصلنا لحد اللي هون مع جوينتس اوف ذا نيو بورن كرينيوم، فاحنا بنوقف قليلا مع اي اسئله عندكم قبل ما نكمل. فاحنا بنكمل شباب مع اخر عنوان في الاسبوع التاسع اللي هو joints of the newborn cranium. احنا بنعرف البونز اوف ذا سكال او اللي بنسميها كالفيريوم اذا ذاكرين، ما بيكونوا البونز ما بيعملوا full contact with each other before birth او حتى after birth. اوكي، في بينهم هذولا يعني صح في sutures، ولكن في مناطق معينه مغطي بفايبرس كونكتيف او كونكتد بفايبرس تيشو بنسميها الفونتانيلز، وهذول بشكل طبيعي موجودات الفونتانيلز والهن اهميه. اهميتهن هذول الفونتانيلز اللي احنا بنقدر نحسهن على شكل ريدجز، على شكل ارتفاعات او غيرها ان بتوين الكرينيال بونز المختلفه، اهميتهن ان هي عملن وات وي كول مولدنج، يعني اعاده تشكل للهيد during delivery to fit delivery. وطبعا هاي إعادة التشكل مجرد ما ينولد الطفل ويجي بوست بارتم بكل تأكيد خلال أيام قليلة جدا بترد بتصير إلها resolving وبترجع لوضعها الطبيعي. بس لو كان البونز fused لما أعطى flexibility للسايز of the head، وبالتالي لكانت عملية الولادة أكيد أصعب أو مستحيل بشكل طبيعي. هلا الفونتانيلز إحنا بنحس فيه النبض جاي من السيريبرال، هاي البلسيشن اللي فيهن جاي من السيريبرال أرتريز. لكن إذا الانتراكرينيال بريشر زاد لأي سبب كان، طبعا هاي أسباب باثولوجيكال بدها تكون، بيصير بلجينج لهذول الممبرين زي يعني بيطلعن لبرا. إذا الطفل كان عنده dehydration يعني نشاف أو خسارة فلويد أو غيره، برضو هذول بصيرين depressed نازلات لجوا، إذا هن بيعطيني انطباع بطريقة أخرى عن صحة الطفل المولود حديثا. هلا هون بنيجي للكلينيكال مانيفستيشنز أو الكلينيكال ابليكيشنز اللي احنا متفقين جزء مهم من الكورس عند الكلينيكال ابليكيشنز، إنه synovial joints they withstand wear، يعني بتحملن الضغط، بتحملن البريشر، بتحمل، ولكن الهيفي يوز لسنوات طويله بكل تاكيد بيؤدي للديجنراتيف. لما اقول ديجنريشن يعني ديجنريشن اند ديستركشن يعني تدمير. هلا هذول الديجنريشن بسبب الاكتيفيتيز، يعني احنا بنركض احيانا بنتحرك فبالتالي بيصير في عليهم ثقل، بيصير في عليهم يعني ضغط، طبعا بتحملوا لسنوات طويله ليتر اون بده يصير فيهم القطع والفتيق والكذا. هلا هذول الديجنريشن لسوء الحظ انهم irreversible، بمعنى
يعني بنس بدين ما في مجال انه يرجعن ويوقفن، او انه هون لما الجوينتس هذول يصير فيهم الريفرسبل تشينجز، تمام، وتحديدا لما يصير ديفكتس في الساينوفيال ميمبرينز ونخسر الساينوفيال فلويد ونخسر اللابريكيشن، وبالتالي يبلش يصير ديجنريشن في الهايلاين كارتليج نفسها. هلا الهايلاين كارتليج لما يصير فيها احتكاك وديجنريشن وكذا هي اللي حامي البون، هون بده يسمح هذا المجال انه ايش ديجنريشن في مرحله ما للبون نفسه، ويصير فيه فريكشن، وبالتالي بصير ليميتيشن اوف موفمنت، وهاي اللي بنسميها ستيفنس. لما واحد يقول انا عندي تيبس، تيبس زي اني انا بدي احرك ظهري، بدي احرك ايدي، بدي بس مش راضي، زي متيبسي، متيبس عكس لين، هذا اللي اسمه اوستيو ارثرايتس. اذا هاي عمليه الديجنريشن اللي بتتم في الهيالاين كارتليج واللي فولود باي ديجنريشن لا محال في البونز واللي هي irreversible chronic disease، هاي اسمها اوستيو ارثرايتس. لاحظوا انه اوستيو هي خلل في البون وخلل في الجوينتس في الارثرايتس. طبعا هاي ممكن تطب at any age وممكن تطب في any joint، بس طبيعي انه تطب فينا عمر متقدم احتماليتها اكثر، وانها تطب في joints بتتحمل ثقل كبير، مثل مين؟ مثل الهيب joint، مثل الني joints، او الجوينتس اللي بتتحرك كثير، مثل مثلا الجوينتس اللي في الهاندز بالفينجرز، لانه بطبيعتهم بتحركن كثيرا. بس طبعا ما في عندي اي جوينت اكسبشن او محمي من انه يصير فيه اوستيو ارثرايتس. هلا نعرف انه احنا المواد اللي في الدم سواء كانت مواد طبيعيه او غير طبيعيه تقدر تدخل الجوينت كافيتي. يعني الجوينت كافيتي من وين تغذيتها؟ تغذيتها من خلال البلد اللي بيجيها وبيجي للسيلز اللي فيها وكذا، وبالتالي بتكون ساينوفيال فلويد وغيره. فبالتالي طبيعي جدا انه اذا في بالدم عندنا بكتيريا، اذا في انفكشن، اذا في بويزنينج، ليس شوكينج اذا انا بستنتج انه هذا الانفكشن اللي في الدم وليس في الجوينت ولكنه ذهب الى الجوينت. هلا بطريقه مشابهه اذا صار في عندي تروما في الجوينت، تمام، يعني صار في عندي جرح، صار في عندي انجري، صار واتيفر، وبالتالي صار انفكشن، هناك دخلت بكتيريا عملت عندي انفكشن للجوينت وصار وات وي كول في ارثرايتس. ارثرايتس يعني انفلاميشن اوف ذا جوينت. الانفلاميشن للجوينت من الممكن جدا انه هاي الانفلاميشن تذهب الى البلد ايضا وتعمل وات وي كول سيبتيسيميا، او اللي نسميها بلاد بويزنينج. سيبتيسيميا يعني الانفكشن وبما تحتويه من السبسز اللي هي مواد سامه افرزتها البكتيريا او غيرها في الجوينت، وصلت للبلاد وعملت سيبتيسيميا، تمام. لانه في عندنا عنوان بكتيريميا اللي هي وجود البكتيريا في البلاد، ولكن في سيبتيسيميا موجود وجود البويزنينج لهذه البكتيريا في البلد، وهي طبعا عمليه خطيره جدا لانه البلد بوصل عندي اني وير، وبالتالي بصير سبريدنج لهي الانفكشن ولهذه الاضرار. واخر عنوان فرعي بدنا نتناوله اللي هو الارثروسكوبي. انه اليوم احنا صرنا بدل ما انا جراحيا افتح الجوينت وما يحتاج ذلك من تخدير ومن وما ما يعرض المريض لإنفكشن ولا بليدنج ولا مشاكل كثيرة، إحنا صار بإمكاننا من خلال كانيولا معينة فيها نيدل، فيها مربوطة بكاميرا، مربوطة بسكوب معين، إني أنا وات وي كول أرثروسكوب، إني أدخل زي تماما كيف إحنا بنقول كولونوسكوبي، جاستروسكوبي كذا، بس على مستوى الجوينت أدخل من خلال فتحة صغيرة جدا، أدخل لداخل الجوينت، أقدر to visualize، اخذ فوتوز، اقدر اخذ عينه، اقدر يعني اضخ تريتمنت هناك، اضع دراجز معينه اذا بدي اعالج بكتيريا او غيرها في هذا الجوينت. وهذا الارثروسكوبي اصبح بيتيح لي مجال اذا اني اقلل معاناه على المريض، والوقت يكون اسرع، والكومبليكيشنز اقل،
وبنفس الوقت العلاج اللي انا بدي اضعه ممكن يكون لوكالايزد في الجوينت، بدل ما اني انا اروح اضع دراج اورال او اني يعني اضع دراج من خلال البلد. وبتعرفوا اي دراج له سايد افكت وممكن ياثر على اعضاء مختلفه. فهي فكره الارثروسكوبي واهميتها كبروسيجر، سواء البروسيجر بنعتبره دايجنوستيك من جهه يعني بشخص دايجنوستيك، او ممكن ان نعتبره تريتمنت وثيرابيوتيك من جهه اخرى، وهذا يغني اكيد عن الجوينت سيرجري بالكامل. احنا بنكون لحد لهون يا شباب انهينا ما يلزمنا ات اور ليفل في الويك التاسع، وهذا اللي لعند يعني هذا العنوان تحديدا بيكون موضوع المد ومادة المد، عندما طبعا يتم تحديد موعد المد ان شاء الله راح نقول لكم، بس كمادة علمية هو موضوعه لعند هذا العنوان. يعطيكم ألف عافية، وإن شاء الله نتوقف مع أي أسئلة عندكم حول هذا الموضوع.